السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الأخت الفاضلة أم إحسان، الأخت ربا قعوار، وهي أخت فاضلة في الدعوة، متخصصة في دراسة الكتاب المقدس ومقاومة التنصير. نعم أختي الحبيبة، جزاك الله خير، قابلت التحدي ولما لا. وقد تحدى الله عز وجل المشركين والكافرين وقالهم عندما نزل القرآن، قالوا أنهم يستطيعون أن يفعلوا مثله، قال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مفتريات، وفي سورة يونس: فأتوا بصورة مثله. فنعم قبلت التحدي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وأثبت من خلال نقطتين، نقطة علمية ونقطة شبهة أردها، أن القرآن هو كلام الله وأن الإسلام هو دين الحق. وقبل إن شاء الله تعالى أن أبدأ حجتي، أدعو شيوخنا الأفاضل فضيلة شيخ الشيوخ الشيخ محمد البيه أن يتحدى، أن يقبل التحدي، وكذلك الشيخ مصطفى كامل إمام مسجد الأنصار أن يقبل التحدي، وكذلك الشيخ عبد الحميد مسجد دوني أن يقبل التحدي، وكذلك الشيخ حمد صادق إمام مسجد هاثرون أن يقبلوا التحدي في إثبات أن الإسلام هو دين الحق بسرعة. في 93، في سنة 1993، قدمت دراسة متواضعة جدا من 10 ورقات إلى رئيس المجمع العلمي لأبحاث القرآن والسنة، لإعجاز العلم في القرآن والسنة، الأستاذ أحمد شوقي إبراهيم. أثبتت له فيها بالدليل أن الله عز وجل تنبأ بنزول أو بقدرة الإنسان على إنزال المطر، المطر الصناعي يعني. وأنتم كما تعلمون أن هذه الصورة، أن هذه الآيات جاءت في سورة الواقعة. سورة الواقعة هي سورة مكية، والسورة المكية تعالج أمور العقيدة وتداوي الشرك والمشركين، وتثبت أن الله عز وجل هو الفاعل وهو وراء كل أمر يسير في هذا الكون. بس في نقطة مهمة جدا، غالبا كل الناس عندما يؤتيه الله عز وجل أمرا ما أو ينعم عليه بأمر ما، واخد بالك، يدعي أن هذا أمر خاص به ويتكبر به على الناس. إذا أعطاه الله علما، واخد بالك، تكبر به على الناس. إذا أعطاه الله مالا، تكبر به على الناس، وظن أنه يا إما عالما بطبيعته أو أنه غني، زي هارون، زي قارون، أنا آسف جدا، قارون عندما أعطاه الله المال قال: إيه، إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا مش محتاج ده أنا الرجل. فهذه عادة إنسانية جاهلية شركية بيدويها القرآن في أكثر من موضع. عندما حتى بني إسرائيل عندما من الله عليهم بالحب والرسالة وقول الحق، قالوا: إيه، نحن أبناء الله وأحباؤه. فأصبحت طريقة للمكابرة وطريقة للاستكبار في الأرض وتغيير نصوص والجرأة على الله سبحانه وتعالى، واخد بالك. فهذه عادة إنسانية، فيريد الإنسان دائما أن يغير كلام الله عز وجل ويتكبر بما أنعم الله عليه، بدل أن يخضع ويذل ويكون متواضع ويقبل هذه النعم. في سورة الواقعة الآية رقم 57 لغاية الآية رقم 67، الآية 57 بتقول إيه؟ أفرأيتم ما تمنون. العرب كانوا يعني يفخروا تماما بالأولاد، وكل واحد عنده أولاد يتكبر بها الآخر، وأكثرهم عزة وأكثرهم منعة وأكثرهم قوة من يكون لديه أولادا كثيرون. فقال ربنا سبحانه وتعالى سيفهمهم إن هذا ليس أمرا خاصا بك، إذا أنعمت أنا عليك أيها الإنسان فهذا لأمر، في النهاية أنتم كلكم حتموتوا، في نهاية الآيات بتقول كده. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيم، ففي النهاية هذه منا، لا تأخذ هذه المنة فور جرانتد، لا تأخذ هذه المنة كأنها حق مكتسب وتتفخر بها، بدل أن تشكر الله عز وجل وتخضع إلى الله عز وجل معترفا بفضله عليه. فإيه، أفرأيتم ما تمنون، هذه ليست فحولية،
وهذه ليس خصوبة للمرأة، وهذا ليس أمرا عشان تشو أوف وتتكبر بها على عباد الله وتستخدم هذه النعمة، ولكن اعلم إيه؟ نحن قدرنا بينكم الموتى، ده أنتوا حتموتوا كلكم، فلا تتفخر بهذا وأنسب هذا الفعل وهذه النعمة إلى الخالق سبحانه وتعالى، فهو الذي فعل ذلك. الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه؟ أجين إحنا عندنا في الفلاحين يقول لك إيه؟ أنا فلاح شاطر، زرعتي أحسن من زرعتك، مش عارف الثمار بتاعي ده فلان ده فلاح شاطر. خلي بالك في النهاية الله سبحانه وتعالى يمن، والله سبحانه وتعالى هو الفاعل. هذا الفلاح الشاطر ربنا ممكن يخلي الأرض بتاعته مالحة، أو يغرق الزرع بتاعه، أو يحطمه فالله سبحانه وتعالى عندما أعطاه هذه الأمور ربنا بيسأله السؤال، أأنتم تزرعونه؟ في الحقيقة من الزارع؟ هو الله. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله سبحانه وتعالى إيه؟ هو الذي يزرع. فأي ربنا سبحانه وتعالى بيصح هذه المفاهيم الشركية وهذه المفاهيم التي تتعدى على وحدانية الله وعلى وحدانية الخالق وعلى فعل الخالق وعلى أنعم الخالق تتعدى عليه، فربنا بيصح هذه المفاهيم، لأن هذه الصورة كما قلت صورة مكية، يعني بتعالج أمور العقيدة وبتعالج أمور الشرك عند المشركين. الآية اللي بعديها أفرأيتم الماء الذي تشربون، احفظ ديا وسكيب ذس وان وروح على اللي بعدها. أفرأيتم النار التي تورون، النار كان رمز الكرم ورمز برضو القوة والبأس، فالكريم دائما النار موجودة في بيته. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان النار لا توقد في بيته بالشهر، يعني كان الموضوع الأكل والشرب دي قليل، لأنه ليس لم يكن يعني غنيا صلى الله عليه وسلم، ولكن النار كانت رمز الكرم ورمز التمكين ورمز الزعامة في القبائل. عند كان حاتم الطائي كان دائما يولع النار عشان الناس تأتي إليه، الضيوف تأتي إليه في الليالي، فيقول لك هذا ناره لا تطفأ، يعني رجل كريم وغاية في الكرم. والنار كذلك منظر للبأس والقوة والسلطان، فربنا بعايز يصحح هذه الأمور، أن هذه النار التي تورونها ها وانتم بتستخدموها في مجال غير مجالها، المجال بتاع الحقيقة النار إنها تذكرة ومتاعا للمقيم، تذكرة ومتاعا للمقيم، تذكرة لأمور الآخرة، تذكرة للنار الآخرة، أن هذه نار الدنيا نعم أنتم تتمتعوا بها ومتاعا وكل حاجة ويتعطيكم، لكن تذكر أن الذي أوجد النار هو الله، هو الذي. فأنت هتشوف آية أفرأيتم النار التي تورون في آخر أربع آيات، الآيتين الأولانية واحد يزعم فيها أنه قوي وأن هذا أمر يعني الخلفة وأن إنجاب الأولاد وأن هذا أمر يتبع الفحولة والخصوبة وهذا أمر في إيده وهذا أمر قد أوتي قد أتاه لم يأتيه الله، لكن هو طبيعته كده، هو طبيعته راجل قوي وراجل يعني زعيم وراجل ما شاء الله عليه. الآية الثانية بتقول إني أفرأيتم ما تحرثون، برضو الفلاحة وكذا، وفي النهاية هذا فعل الله عز وجل. لكن الآية الثالثة اللي هي أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم، سؤال، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أأنتم، سؤال، أنزلتموه من المزن. في هذا الوقت لم يدعي أحد من العرب أو من الجاهليين أو من المشركين أنه أنزل الماء أو أنه قادر على إنزال الماء، لكن العلم الحديث يستطيع الآن الإنسان أن ينزل الماء. إزاي؟ بيتعامل مع السحب الركامية بأنه هو بيحقنها أو بيبعت لها صاروخ أو بيبعت لها مصلز أو يرش عليها بطائرات بعض يديد الفضة وبعض الأملاح، فتتكاثف هذه المياه وتنزل على هيئة أمطار. في النهاية ربنا سبحانه وتعالى بيسأل هذا السؤال، أنتوا اللي عملتوه ولا إحنا اللي عملنا الكلام ده؟ من الذي أعطاكم العلم؟ من الذي أعطاكم الصواريخ لحقن هذه السحب الركامية؟ من الذي أوجد السحب الركامية؟ أنا ممكن أبعد بعض الرياح فتحرك هذه الرحب، فكل هذه الأسباب أوجدها الله، لكن هذا الزعم لم يكن موجودا عند نزول الوحي. ذن ففعلا يجب أن يأتي وقت على البشرية تستطيع فيه إنزال المياه وإنزال الأمطار، ثم تدعي أن هذا فعلها، فيصحح الله عز وجل هذا القول وهذا الأمر بأن يوجد لهم من الآيات من تجاوب على أسئلة لم تسأل في هذا الوقت. وهذا يعني القرآن أدفانس، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير، أن الله سبحانه وتعالى قد قال قبل أن تتوصلوا إلى إمكانية وإلى تكنيك
إنزال هذه الأمطار، فأنا الذي أوجدت لكم العلم، وأنا الذي أوجدت لكم السحب، وأنا الذي أوجدت لكم الصواريخ، وأنا أوجدت لكم المادة اليوديد الفضة التي تستخدمونها والأملاح التي تستخدمونها، فهذا فعل الله عز وجل. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن إيه المنزلون؟ وعلى هذا تنبأ دعا الأقدمين الدعاية الأولانية الأولاد، والدعاية الثانية النار، عفوا الزروع، وإلى اليوم يدعون ثم النار. وبين هذه الآيات وبين الآية الأخيرة هذا الادعاء الذي لم يكن موجودا، فكان يتوجب حتى تتحقق هذه الآية وحتى يكون إجابة ربنا لهذا الأمر موجودة حتى قبل أن ولهذا أعتقد وأؤمن من كل قلبي أن القرآن كلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. الحاجة هذه نقطة. الشبهة الثانية أو دي عفوا استدلال علمي، والقرآن كله معجز يا أخوانا، معجز من ناحية علمية، معجز من ناحية اقتصادية. القرآن لديه مشروع اقتصادي معجز، بل هو منقذ للأمة للبشرية جماعة. من ناحية اجتماعية هو معجز، من ناحية لغوية هو معجز. فالقرآن معجز في كل أوجهه، ولا تنقضي عجائبه إلى قيام الساعة. النقطة الأخيرة، النقطة الثانية التي أستدل بها أن هذا القرآن هو من عند الله، وأن الدين وأن الإسلام هو دين الله الخاتم والصحيح، يقولون بعض يعني الناس بتقول بعض الشبهات أن القرآن يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، والتوراة ذكر، والإنجيل ذكر، وصحف إبراهيم ذكر، فكيف تناقضون أنفسكم أيها المسلمون؟ كيف يقول القرآن أنه يحافظ على الذكر وأنت تتهمون الكتب القديمة أو في الأمم السابقة أنها قد حرفت؟ أقول أن استراتيجية ربنا سبحانه وتعالى وطريقة تعامل الله عز وجل مع عباده أنه يعلم ثم يغير البشر كلمات الله عز وجل، وهذا ثابت في الإنجيل وثابت في القرآن. فالله عز وجل يقول أنكم تغيرون كلام الله عز وجل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ليه؟ ليشتروا به ثمن قليل. فالإنسان دائما يغير أحكام ربنا علشان he want to gain what gain position، يعني ياخد أماكن، ياخد سلطة دينية وسلطة دنيوية أو أموال أو أشياء فيزيكال. المهم أنه في النهاية يجين يتكسب من وراء تغيير هذا الكلام. الله عز وجل عندما علم آدم الدين الحق، علمه آدم لأولاده ثم غيروا لأنهم they want to gain. فأرسل الله عز وجل أنبياء ليأخذوهم إلى جادة الصواب وإلى طريق المستقيم، فيغير الناس. كلما الناس غيروا إلى ربنا سبحانه وتعالى يبعث نبي آخر. عندما تجد نبيا فتعلم أن هناك مشكلة وأن هناك أمر يصححه ذلك النبي. والله سبحانه وتعالى أرسل صحف إبراهيم ومن بعده غيروا، وأرسل موسى عليه السلام بشريعة وبتوراة، ولكن هم غيروا، يغيرون الكلمة عن يبدلون الكلمة عن بعض مواضيعه. فتغيير هذه الكلمات، فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسالة الخاتمة التي تحتوي كل الكلمات، الذكر الصحيح وجوهر الرسالات السابقة في القرآن. ولهذا لا تعارض إطلاقا مع إن نحن نزلنا الذكرى، نزله الله في الأمم السابقة وحافظ عليه من خلال الأنبياء، ثم حافظ عليه حفاظا تاما من خلال القرآن. وهذا يمحو ويرفع التشابه والالتباس أن القرآن هو دين الله الخاتم، وهو الدين الحقيقي، والذي هو يحافظ على كل الذكر الذي قد جاء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم through the book through the Quran. أقول قولي هذا، أستغفر الله عز وجل. أنا أتحدى كما قلت مشايخنا الكرام، فضلت الشيخ محمد البيه، أخونا فضلت الشيخ حمدي صادق، وفضلت الدكتور مصطفى كامل، وكذلك فضلت الشيخ الدكتور خالد حماية، أن يتقدموا وأن يساهموا. جزاكم الله خير. مع الله سبحانه وتعالى. bless you all. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.